ايوه بقولك ايه، ما تيجي نروح جده؟ ماشي، انا بنروح جده ان شاء الله. لا نروح جده النهارده. تعالي تعالي بس افهمك كل حاجه، تعالي معايا. تيجي نروح جده النهارده؟ طب وكلاس اليوجا بتاعي؟ لغيته. طب والغسيل؟ غسلته. طب والزرع؟ سقيته. خلاص يعني ما عندكيش حجه. يلا بس قومي لمي شنطتك ويلا بينا دلوقتي حالا عشان الطياره كمان 4-5 ساعات بالظبط. يلا ماشي، مفيش وقت، يلا بينا. يلا انا ايه وانا ياسر، احنا صناع محتوى من مصر بنوثق سفرياتنا من خلال السوشيال ميديا وخاصه استكشاف الاماكن الجديده، والمره دي اتجهنا على جده. عايزين تعرفوا ازاي المشروع كان بالصوره دي؟ مع الخطوط السعوديه او طيران ناس، تذكرتك هي تاشيرتك. دخلنا السعوديه بفيزا ترانزيت، واللي بتاخدها على طول لما تشتري تذكره طيران لرحله بتعدي من السعوديه، وبتسمح لنا نفضل في السعوديه لمده 4 ايام، وكده احنا نكون دخلنا جده. بقول لك ايه بقى، ناجر عربيه ولا ناخد تاكسي؟ لا ناجر عربيه، نلف شويه. ماشي يلا بينا. يلا. شكرا. شكرا. يلا بينا نكتشف جده. يس يلا. جاهزه؟ طب ما تشغل لنا مزيكا كده تظبط لنا القعده شويه. ماشي. No longer do I feel a cold inside. I find you now it starts to burn. حسك ايه وانت بجد؟ اول المطار وانا حاسه ان انا احب المكان ده. جده كده فيها طعم مختلف يعني. اكتيفيتيز كلها حلوه، الناس كلها مبتسمه ولذيذه. هتنبسطي قوي قوي بالكونسبتس والحاجات اللي عملتها لك. يعني هي لاست مينت بلانز، بس رتبتها لك. انا متى متحمسه. طب ويعني ايه البلانز بقى النهارده؟ بصي نروح الاول الاوتيل. الحمد لله على السلامة، وصلنا جدة أخيرا بعد مشوار ساعتين من القاهرة. الموضوع ما خدش وقت خالص عامة. أيوة أيوة، لا بروسس الايربورت كانت سهلة كده. جاهزة تكتشفي جدة في 48 ساعة؟ احنا وقت قليل قوي يعني 2 days، فاحنا محتاجين إيه نعمل حاجات كتير. طب أقول لك على حاجة، أنا كنت حاطط بلان إن احنا نروح الأول أولد تاون. أنا كنت شفت إن كان في هنا قهوة، هو المعهد العربي. المعهد العربي للقهوة؟ تدوي بقى قهوة عربي، اللي هي قهوة أصيلة يعني. واتعلم ازاي اعملها حلو. مظبوطه. طيب كويس والله. طب يلا عايزين نتحرك دلوقتي، بعد كده نخلص على طول بسرعه ونطلع على الاولد تاون. طيب ماشي. يلا بينا. يلا. طيب يا سوره، انت ايه بقى اكتر اكتيفيتي عملتها علمت معاك قوي؟ اكتر اكتيفيتي عملتها لما عمنا مع الشورتس. نزل عم مع شورتس. هو اصلا انا عرفت ان في هنا برضو تقدر تنزل وتشوف الشاركس وكده. لا لا لا، انا محضر لك حاجه لذيذ كتير جدا. هل انت جاهزه انك انت تنزلي دايفنج معايا ونكتشف بقى ونشوف حيتان اي حاجه قدامنا؟ لا، ما انا لو هنزل سكوبا دايفنج حضرتك يبقى انت لازم تعمل حاجه. هتشرب قهوه؟ طبعا انت عارفه ان انا ما بشربش قهوه خالص. مش عايز اديك كلمه، بس هنشوف الموضوع ده. شم الريحه من هنا. يلا بينا. مهمتنا مش هتكون سهله النهارده. احنا لقينا المكان اونلاين. بصراحه انا بحب القهوه قوي، وعايز اعرف ياسر برضه. ما عنديش نفس المشاهد للقهوه الصراحه. عايزين بقى ايه نحببه في القهوه كده ونفهم الدنيا كلها. ممكن. المعهد هو فريق من الخبراء الباحثين والمدربين، بنغطي كامل سلسله قيمه القهوه من البذره الى الكاس النهائي المقدم للمستهلك. حلو قوي. ناخذ كده جوله اديكم نبذه عن المكان. يلا بينا. يلا بينا. المهم نحبب ياسر في القهوه. في المعهد العربي للقهوه بتوصل لهم حبات البن الخضراء وبيقيموها قبل ما تتحمص، وبعدها تطحن على اساس معايير وزنيه ونسبيه تابعه لمقاييس عالميه. عشان اللي بيذوق القهوه هنا يبقى هي بالظبط بيذوقها في اي حته ثانيه. في امريكا مثلا ولا في اي مكان اخر. طبعا احنا عاده لما يجون زوار بنسوي لهم
شيء اسمه تيستينج اكسبيرينس. ايوه انا متحمسه للتيستينج. انا هدي المكان ده ريتنج 5 ستارز لو خلى ياسر يشرب قهوه. القهوه احنا كعالم عربي جزء من ثقافتنا، جزء من حضارتنا، جزء من كرمنا. احنا بنشرب القهوه بطريقه مختلفه تماما عن بقيه العالم. It's time to show العالم الخارجي how we drink coffee. عندنا هنا تيست اكسبيرينس بسيطه، حنتعرف على المذاقات الرئيسيه ساور سويت بيتر اللي هي مره سويت سولت وامامي. ايه امامي؟ امامي هذه كلمه يابانيه معناها الطعم المستساغ او الطعم اللذيذ. كان لازم نتعرف على نكهات القهوه الخمسه عشان نقدرها اكتر. الحين الامامي الحوار ده أيوة. كاني باكل مشروم فعلا او طماطم ايوه. طيب قبل ما نسوي اخر تجربه في حاجه نسميها معادله النكهه، هي الطعم زائد الرائحه زائد اي مؤثر خارجي موجود ياثر ادراكنا للشيء اللي بنشربه او بناكله. انت الان خذ الاحمر على سبيل المثال، حتقفل خشمك حنحطها في فمنا قلبها ونمضغها شويه. دحين ايش حاسين؟ جست تيست صح؟ Either sweet or sour. دحين فك خشمك نفسين. أنا كنت فاكرة إني جاية ببساطة أشرب قهوة، بس فهمت حاجات ومعلومات عن القهوة خلتني أحبها أكتر. طيب خلصنا هنا، نحاول نغير لك نظرتك ورأيك عن القهوة. ماشي نجرب. طيب ودلوقتي وقت اللحظة الحاسمة. القهوة السعودية بتتحضر بأكثر من 14 طريقة حوالين المملكة. في اللي بيحمصوا القهوة فاتحة، في اللي بيحمصوها غامقة، خلطة جدتي، خلطة عمتي وما إلى ذلك. سبحان الله. حنذوق قهوة. طبعاً إحنا لما نصب القهوة جزء من الكرم إنه ما بنعبي. طيب ناخذ جغمة مع بعض، جغمة يعني رشفة. طب هو ليه لازم نعمل الرشفة دي؟ علمياً أنت لما تسوي الرشفة القهوة بتنتثر في الفم، الانتثار ده بيرجع يفعل حاسة الشم سبحان الله، فبتشمها أحسن فعلا، فيعطيك النكهة اللي تكلمنا عنها. فطعم زائد رائحة يديك اكسبيرينس كاملة. أنت خصوصا اديني رأيك. ما تشربها يا ياسر. رشفة لا الصراحة 10/10 ونجحت المهمة. فايف ستارز للمعهد العربي للقهوة. ولا والله بجد يعني أنا ما كنتش متخيل إن أنا أشرب قهوة فعلا. ما كنتش متخيلة إن ياسر هيشرب قهوة. يعني كده أنا لبست في سكوبا دايفنج. هايل. ودلوقتي بقى محتاجين نمشي عشان نلحق نروح جدة التاريخية. والله شكلها حلو قوي عامة. اصلا مفكراني برضه شويه بخانه خليلي. بص الشجره دي اصلا طولها عامل ازاي؟ يعني انا عندي 28 سنه، دي عمرها اكبر مني. والله هتلاقيها فعلا اكبر. واو استني كده اما اصورها. بص الانجل دي. حلو قوي. الاخضر مع الخشب. بص بقى احنا هنا هنتفرج على زاويه 97. عايزين نسال حمد عن المكان. خلينا نساله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ طيبين الحمد لله. معك ياسر وآية من مصر. أهلين أخوكم نايف من جدة التاريخية. كنا عايزين نعرف بس يعني التاريخ بتاع المكان ده وقصته إيه؟ حالياً إحنا في منطقة اسمها برحة نصيف التابعة لبيت نصيف اللي هو أحد الناس اللي كانوا في قديم الزمن موجودين ومن الناس اللي استضافوا المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز. الحين كمان أبغى أوريكم بعض الأماكن الموجودة في الزاوية 97. ليه سميتوها زاويه 97؟ لانه هي 97 درجه من مقرها الرئيسي اللي هو بيت شرقي للكعبه المشرف. اي نعم حلو قوي المعلومه. أيوة. الصراحه نبغى نوريكم الزقاق العطاره
سمي بالعطار لأنه كانت العوائل زمان من حفته كان يلقب في الشيء اللي هو يسويه. والحين تعالوا خلينا نشوف الحرفيين حقين زمان وحرفهم. ورحنا مع نايف رحلة لزمن الحرفيين وتعرفنا على عمار اللي بيستخلص الألوان من الطبيعة. غالباً مثلاً بنشتغل مع استخراج الألوان بطريقة معينة تقليدية، بنحاول نحيي هذا العلم. ما شاء الله حلوين أوي. شكراً لك. والآن يا ياسر وآية نبغى نوريكم بعض المحلات الأخرى، ويلا بينا على الكيال عشان نشوف محلات الحرفيين أو مزقاق العطار. ننزل على الكيال. ريم عبد الغني هي مصممة أزياء. عمول حلو أوي الصراحة. هي اللي عملت؟ حرفة الخشب أو حرفة الخراطة الأخشاب، هذه اسمها ورشة أرومات، بمعنى أروما. أروما اللي هو جذع الشجرة. حاجات شكلها حلو أوي الصراحة. هي الأساس، هي شجرة. بدل ما نحن يعني ما نستخدمها، لا، إحنا بنسوي منها أشياء جميلة. ندي ورش عمل التطريز، الخياطة، الأخشاب، استخراج الألوان الطبيعية. نحاول إنه نحيي الحرف القديمة كانت في السابق موجودة وما زالت إن شاء الله. أهم حاجة في السفر إنه بيغذي الروح والفكر، وبيفتحنا على حضارات مختلفة وبنتعلم تاريخها. بسطت أوي. تحبي تعملي ايه بعد كده بقى؟ تحبي نعمل حاجه فن؟ بص انا معاك في اي حاجه، بس نروح الاوتيل عشان محتاجه اغير وفرشن اب شويه. ماشي يلا بينا. ولسه فاضل 24 ساعه، لازم نستفيد من كل ثانيه. مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام. الجو جميل وامسيه جميله. اللي طالع من الدوام ويبغى يستانس وما يروح البيت، روحوا للكورنيش وتمتعوا بالهواء والجو الحلو في جدة. جدة غير وجوها غير. فأنا اكتشفت إن السفر من أحلى الحاجات اللي ممكن تدفع فيها فلوسك ومش هتحس أبداً بالندم عليها خالص. يعني ما عنديش مشكلة إن أنا أشتغل طول حياتي مقابل إن أنا أقعد أسافر فعلاً بمقابل الشغل ده، صح؟ Very true. ما تيجي نكمل مشي كده في البلد بقى ونشوف اكتر شويه. خلينا نتمشى بجد. يعني احنا لسه ما شفناش جده الصراحه قوي. I'm very excited. هي حلوه قوي، يعني فيها بيتس من كل حته، كل حته اللي انا بحبها. عايز تعملي حاجه فن؟ اثنين ثلاثه اربعه. ما تيجي نركب بسكليت. السلام عليكم. السلام. اتفضل. الاخبار عامل ايه؟ كله تمام؟ عايزين نأجر عجلتين كده، ايه الاوبشنز اللي عندك؟ في اتنين يسوقوا. حاسس ان دي اوبشن ممكن يكون لذيذ، صح؟ استنى اروح اشوفها. ويت. بقول لك ايه؟ الورد ده ممكن نحطه عندنا برضه في البايسكل كده، نعملها لها كده مفاجأة حلوة. ماشي. بس هنا كده. يلا اركب. يلا جبت لك دول عشان نزين العجلة. يا البتاعة دي بتشتغل ازاي؟ بس ايه الفرامل؟ انت جبت ورد ليه؟ عشان نعمل ديكوريشن كده يعني. شكلنا في فرنسا قوي. شكلها لذيذ كده مع البايسكل. تيجي نجرب دريفت؟ ليه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ مش جعان؟ أنا جوعت جدا الصراحة بالتمرين اللي بنعمله ده. طب ما يلا نشوف أي ستريت فود كده. ماشي، بموت من جوع. شاحن بقى، شاحن بقى. في شاورما، في برجر، في كل حاجة تقريبا. شاورما صح؟ يلا. ماشي. مساء الخير، الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. عايزين اتنين لحمة، اتنين فراخ. أيوه. أنا أول الشاورما ده على فكرة. Very juicy كده. It was a good choice. تفتكري بكرة هيبقى ملذذ برضه؟ أنا حاسة كده. يسعد صباحكم مستمعينا، وهلا والله وسهلا فيكم، اتمنى لكم يوم جميل. هلو، صباح الخير عليك.
أحب أقول لكل شخص الآن رايح لدوام أو رايح يفتح دكانه، من قلب جدا تحياتي لك، وأتمنى لك يوم جميل وممتع، وأتمنى لك إن شاء الله رزقا كثيرا. يوم جديد، يوم مشرق. بما بقى ان النهارده هيبقى اول مره تجربي دايفنج في حياتك، فاحكي لي بقى احساسك ايه. والله خايفه واكسايتد في نفس الوقت، اكسايتد ان انا اشوف السمك النونو. نيمو، ممكن تلاقي نيمو معانا. بس لو سمك كبير بقى ده اللي انا يعني قلقانه منه. لا لا لا، بس ان شاء الله ما فيش. اصل احنا بنعمله ده ديسكفري دايف، هيبقى حاجه خفيفه مش لاكسبرتس وكده، بتبقى حاجه للبيجنرز، في انستراكتور وكل حاجه. تلاقيش، يلا بينا. في معنا لين وتوم. اليوم ان شاء الله هناخدكم جوله ان شاء الله تنبسطوا فيها في البحر الاحمر ان شاء الله، اكيد اوريكم ايش استخبي في البحر الاحمر. احنا جاهزين حتى لو في شارك سامي طمنا، عم بس مش فارق معايا. احلى واحلى لو بشوفوا شارك تكونوا يعني محظوظين. جاهزين؟ جاهزين. يلا ليتس جو. يلا بينا كابتن، ليتس جو. So guys, we want to know like more details about the Red Sea. Like what are we going to do here? البحر الاحمر يعتبر من الكنوز اللي عندنا في السعوديه، ومليان ما شاء الله بالمناطق الحلوه، يعني ما هي منطقه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، لكن في من اشهر المناطق اللي ان شاء الله حنروح لها اليوم هي بياضه. بياضه هي عباره عن ريف سيستم في نص البحر، لكن المويه فيه تقريبا توصل الى اعماق شويه، تسمح للناس يقضوا اوقات مره حلوه. Okay, well, you've come to the perfect team. We've got a lot of knowledge about the Red Sea. The array of wildlife here is like no other. You've got beautiful visibility. Most dives we have 30 meters plus. Wow. We've come across turtles, different species of ray. And sharks. Way. We have a few different species of sharks. We've got a few different species of dolphins we see on the way often of trips. Whoa. We've also seen a few species of whales here. Beautiful, amazing to come across. If we're lucky, never know what the Red Sea offers you. Yeah. On top of that, the Red Sea, they say, is named after the amazing red corals. Yeah, that's very nice. We're actually very excited. Wow. We'll see. احنا في المالديف ولا ايه؟ دي كورال ليفز تقريبا. لا الجزيره دي حلوه عامه، يعني طلعت احلى من الصور كمان شفناها. بس شايفه ما فيش اي شاركس، مش اي حاجه اهو. ما انا اعرفش، ما هو جوه، انا ما اعرفش. خوفي من الشاركس قلقني، بس خلاص مش هقدر اهرب من سكوبا دايفنج. Okay guys, are you ready to experience the underwater life of the Red Sea? Yeah, very excited actually. Okay, perfect. وقبل ما ننزل لأعماق البحر الأحمر، توم ادالنا التعليمات اللازمة عشان سكوبا دايفنج. This, it's a question asking are you okay? If you're okay, if you're not okay. أنا هحفظ الحركة دي عشان most probably هستعملها قوي. Great. Okay, let's go. Yeah. On the edge. Now I'll try and step on my head. Go side again. Yeah. Right, see you next. Yeah. Now you're going to take your regulator in your mouth. Okay.
تحفة. لا 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 تاني هات الفينكس فيلد. أيوة it was magical. شو بس شاركس للأسف. بس شفنا سمك كتير جدا من نوم نيمو فلا انبسطت قوي الصراحة. That's so much fun. أنا عايزك بعد كده بقى نتكلم في البيت بلغة الإشارة بقى تعملي كده لما الأكل يجهز. أنا عامل لك كده لما أخلص الغسيل فاهمة. ما كنتش متوقعة first diving lesson بجد. بجد تمام. حاسس ان ايه بعد الدايفنج ما بقاش عندها خوف من الشاركس ودي من اكتر الحاجات اللي مخليانا انا وايه نبقى مبسوطين قوي. جدة لحد دلوقتي عدت كل توقعاتنا والسفرية للأسف قربت تخلص، بس لسه فاضل حاجات كتير نعملها ومنها ان احنا نروح نادي اليخوت. بس قبل ما نوصل لنادي اليخوت لقينا مسجد عايم فوق المية. بس الجامع بجد تحفة 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 يعني. اه المسجد شكله حلو قوي ما شاء الله. متن عايز ادور عليه شوية عشان افهم ايه قصته، لان حاسس ان في حاجة ورا القصة بتاعت البنا بتاع استني كده مدورش. مسجد الرحمة هو بناء ساحر وعلامة مميزة لمدينة جدة. بني المسجد العائم سنة 1985 فوق مساحة مائية بقواعد مغروسة تحت سطح البحر، يسمى ايضا بمسجد الرحمة. وبسبب وجود المسجد على احد شواطئ جده فهو لا يبعد سوى دقائق من اهم المعالم في المدينه، اذ يقع بالقرب من نادي جده لليخوت. اه ده النادي اللي احنا عايزين نروحه. ممكن نروح ده. اه وفي جنبه برضو ارت برومناد اللي هي جنبنا هنا. وهي واحده من احدث المناطق الترفيهيه في جده. ممكن نروح الاول نادي جده لليخوت بعد كده نروح على الجده برومناد. ماشي اوكي. وكده ما نكونش ضيعنا اي وقت خالص عشان كله قريب من بعضه. المكان ده شكله حلو قوي. واو. اتمشينا في نادي اليخوت وبعدها اتصورنا في برومناد. طب استنى استنى عايزك تصورني في المدخل. او بمعنى اصح ايه هي اللي اتصورت. بس عامة عاجبني ان المكان بالليل وحيوي قوي وفي ناس كتير. ولعبنا هبا واستفدنا من كل دقيقة. فات 48 ساعة تقريبا على السفرية. Which means ان السفرية خلاص قربت تخلص. بجد عايزة افضل اكتر من كده. بس احنا ما قعدناش كتير، احنا بجد قعدنا ايه يومين. وحاسة اللي هو we could do more. بس في حاجة لسه معانا شوية وقت. نعم عارفة. جاهزة؟ اه. يلا بينا. كان لسه فاضل حاجة واحدة نختم بيها ال 48 ساعة. عشا بفيو حلو مع آية. الخدمة الفايف ستار. ويلكم. ايه كل السمك دي؟ ويلكم. يا سلام. يا سلام. ويلكم. نسي ولد. بصي بقى انا في الاكل ما اعرفش ولا حبيب ولا قريب. طيب احنا غالبا هنتخانق على الكلمات. انا مش هتعزم عليك يعني لسه بقول بص البرزنتيشن ونحاول نبص كده انا بشوف ببقي يعني. السكيلز عندي مختلفه شويه. اه اصلا مضايقني من الصبح. ما انا بعوضك. اه والله. بصي السمكه اللي جايبها لك من البحر الاحمر قد ايه فيها عز كده وبركه. عايز اجيب لك ايه؟ طيب رز يا عم. رز يبقى صياديه. بس قولي لي ايه رايك في جده؟ لا يعني انا ما توقعتش ان هي تبقى كده. عملنا كذا حاجات كله في يوم واحد. في حاجات كلها اه هي موجوده في العالم بس هنا ليها طعم مميز. عارفه ايه اكتر حاجه حلوه بالنسبه لي في السفريات؟ ان كل مره بنسافر فيها نكريت ميموريز مختلفه
يعني الواحد مهما اشترى مثلا جاب حاجه لوكجيريس عمل اي حاجه هو بيحبها لنفسه عمرها ما هتبقى بنفس حلاوه انك تسافر وتعمل ميموريز فعلا. فبالنسبه لي يعني اكلنا في مكان مثلا زي ده بعد يوم طويل قوي في البحر وبعدين حتى الدايفنج it was very fun. وانا عامه يعني حتى مع اني جربت دايفنج قبل كده بس المره دي كان يمكن عشان عملناها سوا فكنت مبسوط قوي. بتحصل لنا حاجه في السفريه بنكتشف بعض اكتر. انا اي لايك ذات. بحس في كاركتر ديفلوبمنت يعني شخصياتنا بتتغير مع الوقت. اللي هو بصراحه 20 years from now حاسس ان فعلا الميموريز دي هي الحاجه اللي بتكمل مع الواحد قدام فعلا. انت شايف طيب ان 20 years هنفضل نعمل اللي احنا بنعمله ده؟ ان احنا نسافر فجاه ونعمل حاجات غريبه؟ طبعا بالنسبه لي ده السبيريت بتاعنا يعني ده دي الحاجه المميزه فينا ان احنا نفس الانرجي مع بعض. فعشان كده احنا مرتاحين مع بعض. لو فضلنا كده هنفضل مكملين مع بعض يعني. وكده تكون عدت ال 48 ساعه في جده. عدت بس هيفضل منها ذكريات هنفتكرها طول عمرنا. بس اللي عايز اقوله في النهايه ان جده فعلا طلعت خير.